شخصيا كنت تقول بالعكس، من الإيرانيون يتمنون أن يأتي ترامب. أنت شخصيا كنت صاحب هذه الرؤية، وقد جاء ترامب مع أنه كان في تخوفات كبيرة. الرجل هو الذي انسحب من الاتفاق الإيراني 2018، هو الذي فرض عقوبات أكثر، كان أكثر حسما مع إيران. لكن أنت من صاحب فكرة أنه بالعكس ترامب قد يكون رجل بيزنس ويلعب هذه لعبة الصفقة مع الإيرانيين. من أي زاوية ممكن أن يحدث ذلك يعني في اعتقادك؟ حقيقة أنا قلت بأن الوسط الإيراني يريد عارس، لأنه هو يمتلك بعلاقات جيدة، يمتلك خبرة للمفاوضات مع الديمقراطيين، لكني شخصيا أعتقد بأن ترامب أنفع لإيران من هاريس. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، بأن أي تفاهمات يمكن أن تقوم مع ترامب، وهو صاحب الصفقات الكبرى وبزنسمان، أي تفاهمات تكون مع ترامب أو اتفاق يكون مع السيد ترامب، هذا الاتفاق يستطيع ترامب أن يمرره عبر مجلس الشيوخ وهو جمهوري، ويمرره عبر مجلس النواب وهو جمهوري أيضا، وبالتالي لا يستطيع أحد أن ينسحب من هذا الاتفاق. على غرار ما كان عند الديمقراطيين وجاء الجمهوريون وانسحبوا من الاتفاق. أنا أعتقد بأن الدولة العميقة في الولايات المتحدة يديرها الجمهوريون وليس الديمقراطيون، وبالتالي أن طب كيف تلتقي عقلية البزنس، تاجر السجاد وصانع السجاد الفارسي، مع عقلية ترامب البزنس، الرجل المقاول في معناه الكبير؟ يعني هذا انسجام كامل يكون أستاذ محمود، وأنت خبير بهذا الأمر يعني، أو خبير بالإيرانيين أيضا. عندما يكون الاثنان هم تجار ويجيدون هذه اللعبة، يعني أنا دعني أكون واضحا، أنا متفائل. على الرغم من أن يعني هناك قلق كبير من هذه الشخصيات، الشخصيات المتشددة جدا والتي تميل إلى الكيان الإسرائيلي، والتي عينها في مناصب وزارة الخارجية، محتمل يعني في مستشارية الأمن القومي، في السفيرة التي عينت في منظمة الأمم المتحدة. بالتالي هذه الشخصيات متشددة ومتطرفة، لا تميل إلى إيران وتميل كثيرا إلى إسرائيل. لكني أعتقد بأن إذا ما نجحت إيران في التعاطي مع ترامب دكتور صبكي، وتم الاتفاق، أنا أعتقد بأن الاتفاق سوف يكون مستدام. شكرا جزيلا.